هاي كيفكم حلقه جديده بذكرى 13 نيسان ذكرى الحرب الاهليه الحرب اللبنانيه حرب اذا ال... ال... بدكم دول على ارضنا آه... اليوم ضيفه منو كثير اذا بدكم وجه معروف على التلفزيونات يعني ما بضلوا على التلفزيونات من الاشخاص تزهقوا منهم بس لما تحضروه رح تعرفوا قديش آه... في عنا عالم ما بتضل على التلفزيونات بس آه... خرج تطلع على التلفزيونات وتطلع بالمقابلات ضيفي اليوم بشير نمري كيفك بشير كيفك؟ الحمد لله تمام. بشير اول شي تنعرف العالم عليك، بشير انت ناشط سياسي اجتماعي واذا بدك فينا اقول مؤرخ لتاريخ لبنان، خليني مؤرخ بركه كلمه كبيره، خليني لك مهتم وباحث بتاريخ لبنان وتحديدا بعد الاستقلال يعني مرحله أوكي. الحرب. اوكي. غريب شوي انه الشاب بعمرك انه يكون بلش يعني عم تعمل كتاب انت هلا هلا نحكي شوي عنه، عم تعمل كتاب عن حرب لبنان آه غريبه بعمرك هيك شاب جون بالاربعينات عم بيعمل كتاب عن هيدي الحقبه لانه يعني اجمالا بيكونوا صاروا كبار وبيعملوا هالكتب فليش أوكي. قلبك قوي اول شيء بحق لك ليه هلا بس خليني اقول لك شغله مهمه آه نحن بنرفض نقول انه الحرب كانت حرب اهليه بلبنان نحن بنقول الحرب كانت على لبنان اوكي بلشت بين جيش لبناني ومنظمه التحرير الفلسطينيه أوكي. خلصت اهليه فتلي فيها دغري يلا هيدي كثير مهم يعني وهيدي كان جوستين خويري الله يرحمها هي تقول على طول انه الحرب بلشت مع منظمه التحرير انتقلت لصراع مع السوري ومع الاسرائيلي خلصت اهليه لانه طورت الحرب بس هي ما بلشت اهليه هي بلشت بين وجود الدوله وكيان الدوله وجيش لبناني مع م. المسلحين منظمه التحرير الفلسطينيه والحلفاء اللي نزلوا اوصوا معهم أوكي. رح نفوت فيها احنا بالتفاصيل، بدي احكي شوي أول شيء عن تابك اوكي تابك أنت عم تحكي عن الحرب إذا بدك من ال... أي سنة حيبلش رح أقول لك شو، لأنه أه... سؤالك ملفت مم. بجيلي نحن خلصت الحرب كان عمرنا 13 14 صح كبرنا على الحرب صح كبرنا على أخبار الحرب بالحقيقة وأخبار أهالينا كمان إذا بدك شو بخبرونا أهلنا، أصحابنا، البيئة اللي نحن فيها لما بلشنا نشتغل وتفتح المناطق على بعضها صرنا نشوف أشياء مش مثل ما بنسمعها بالاخبار. مم. هلا سنه 2000 و2001 بلشت تطلع وثائقيات على التلفزيونات العربيه عن حرب لبنان. اوكي. هون الموضوع استفزنا شوي كشباب انه لانه نحن قراب من الاشخاص يلي كانوا بالحرب، يعني مثلا انا البابا كان يصور بالحرب. اه اوكي. آه، نعم يعني و... آه، ورفاق عندكم ارشيف صور يعني عندك ارشيف صور في الارشيف صور اللي بعده موجود صغير لميناه لانه بعد اغتيال الشيخ بشير لم الأرشيف كله آه وانسحب أوكي. من ايدي الناس آه. وللاسف رح لك اكثر من هيك بال... بعد الانتفاضات اللي صارت 85 86 في ارشيف تهرب لبرا في ارشيف انبيع في ارشيف احترق احترق عن قصد ما احترق بالغلط ما في شيء بيحترق بالغلط <applause> وبعد ال90 القسم يلي كان بعد فيه منه بلبنان كمان حرقوا قسم منه كبير فاللي موجود اليوم واللي عم نجرب نارخه قليل جدا مقارنه مع شو كان موجود قبل م. هون بلش يصير في عنا هيك اذا بدك علامة استفهام انه كيف عم بتخبروا قصه الحرب بدون ما يكون في الناس يلي كانت على الارض صح وكيف عم بتخبروا قصه الحرب من ميله وحده 100% هذا اللي صار وكيف عم بتركزوا بحلقات على قصه وحده وتنسوا احداث اهم يعني مثلا بركزوا لك على مجازر صبرا وشتيلية اللي هو امر مرفوض انك انت تقتل طفل هذا نحن ما منا مختلفين عليه بس بننسى يوم م. يعني حرب ال 200 يوم 100 نهار الضمور خليني اقول لك كانت مجزرة صغيرة ال 200 كانت ملحمة حسب تقارير الوكالات الاجنبية والفرنسية بيقولوا انه باسبوع واحد اللي هو بين 30 ايلول و6 تشرين الاول أوكي. نزل بس بالاشرفية اكثر من 30 الف صاروخ من قبل الجيش السوري أوف. عم نحكي ب ب كم قتيل كم كم شهيد ما حدا ما حدا عنده احصاء رسمي بس كتار هلا من كمدنيين اكيد راح كثير مش شوية شوي كمدنيين وما حدا بيقدر يقول لك قد يعني بكرم الزيتون وبمنطقه فسوح في ملاجئ زحطوا الأزاي فاتوا فيها م. ففي كميات مش عادي يعني من الناس استشهدت و يعني عم نطلع نقطه تانية وهون بتشوف قد ايه اولاد الاشرفيه كانوا مصرين انه يضلوا طبعا بس تقول انت حرب الميتسيو ما بتحكي بس اشرفيه أشرفية فرن الشباك عين يعني الرمان الحدد الحزمية سن الفيل إيه؟ المحيو نبعة برج حمود دورة كلها هيدي المنطقة خطوط التماس كلها كانت يعني مصب نيران الجيش السوري كان عليها م. بشكل مخيف بوقتها م. وما حدا بيقدر يقول لك رقم انه راح قد ولا ولا لا ممكن يقدروا يحصوا عدد المقاتلين عدد المدافعين لانه عدد عندهم لانه معروف كيف صحيح بس بقى ما, ما بيعرفوا هلا تمنطت كثير بالموضوع تحمست وانا بسمع الاخبار من البابا ومن اصحابه ومن هالشبيبه وانا قريب من مسعود أشعر كنت كثير. اوكي. أه وبعرف شو كانوا يعملوا هول الشباب بالحرب. يعني انت قريب من اذا بدك من قدام اذا بدك مش بس قدام القوات من شخص من اساس هالتاريخ. شقفه كبيره من لي الله يرحمه, جل... يرحمه. للاسف يعني كف كبير للاشرفيه ولنا غياب مسعود. مسعود ورفاقه كثار من هيدي الشبيبه ما طلعوا على التلفزيونات وقت بلشوا يعملوا تاريخ الحرب على لبنان. صحيح. هون استفزت ولانه لا. انا ناشط يعني انا كان عمري 15 او 16 بس اسقطوا حكومه سليم الحص وحسن حسيني او حسين حسيني بال 92 صحيح تحمسنا ونزلنا على الطريق وكان في دوليب والعاني حد اوتيل الكسندر وحسينا حالنا من دفعين. سليم الحص او عمر كرامي عمر كرامي عمر كرامي سوري كرامي. معك معك بتزر يعني كشاب عمري 15 او 16 تحمسنا ب 92 وقتها سقطت حكومه عمر كرامه وحسن حسين حسين اللي هو كان رئيس مجلس النواب صحيح نزلنا حد تايل الكساندر ولعنا دوليب انه نحن عم نشارك بشيء كان عندي هذا الحماس وبلشنا نشترك شوي شوي بس تبلش تشترك اكثر بالنشاط الاجتماعي والسياسي بالمنطقه بتبلش تشوف انه اللي بينحكى على تي في شيء واللي بينحكى بال هو شيء مختلف كليا صالونات شيء ثاني شهدت على اشياء تمنوني الاشخاص اللي شاركت بالحرب على اسرار وعلى معلومات ولدت فكره انه نعمل الذاكره اوكي سنه 2005 تعرفت انا على مجموعه كبيره من رفاق بشير عرفنا عليهم مسعود يعني دكتور فؤاد ابو نادر جوستين خويري جوزيف الزيك شيف جو قدي يعني هول كانوا مقربين اذا بدك من جسم الكتيب تعرفت على شيف عواد زوين شيف جورج عرج واسامي كتار يعني فينا نضل متر الى اسود قد ما بدك تعرفنا على شبيبه تمنونا على تاريخهم تعرفت على الجيل اللي يعني عاشر الشيخ بيير يعني مثلا بس قول دكتور الي كرامه الله يرحمه شاكر عون اسامي كبيره عايشت احداث وصادقين صح صادقين بخبرك القصه مثل ما هي ما بز... لا بيزيد ولا بنقص حسيت انه انا عندي واجب لازم احكي هالتاريخ هون بلشت شوف انا شو شفت وانا شو عشت وانا شو شهدت فكانت الفكره انه نعمل كتاب عن تاريخ نحكي فيه بسطور تاسيس دوله لبنان الحديثه مع فخر الدين اوكي عم بلش من هذيك الايام بشكل مختصر اوكي يعني اكيد رح نحط نبذه صغيره بالكتاب انه الحضاره الكنعانيه الفنائيه اللي اسست لبنان اه بعد لورا يعني بس هيك نبذه <applause> لانه حسك عم بعد عملوا ابجديه <applause> هي اذا بدك نبذه لانه كل ريليتد مع وصلت تاعت... توصل الفكره النهائيه. رح ليش؟ لانه كلهم بيقولوا انه سايكس بيكو عمل خريطه لبنان حسب تقسيمات الغرب. م. لبنان هو الدوله الوحيده او الاكثر دوله بين اللي تقسمت بوقتها عند المناطق تواصل تاريخي وجغرافي. من ايام الفينيقيه. اه اوكي. لهيك عم نحط نبذه صغيره، فخر الدين نبذه صغيره السلطنه العثمانيه لانه هنيك بلشت المشاكل. اوكي. لما قرروا انه بال 1918 يستقل لبنان. م. رحنا تحت الانتداب. بعدين عملنا الاستقلال التوسع بيصير بعد الاستقلال لثورة 58 أوكي توسع أكثر بيصير بين 58 و 73 73 73 أوكي. لأنه الحرب يعني نحن بنقول أنه لبنان بلا دولة من 73 أوكي لأنه أيار 73 نزل الجيش اللبناني يضرب منظمة التحرير الفلسطينية والمسلحين على الأرض ومش الفلسطينيين ومش المدنيين نزل يضرب منظمة التحرير الفلسطينية لتجاوزات اللي كانت عملتها م. انتهى هذا الموضوع باتفاقية ملكرت اللي هي ابديت عن اتفاقية القاهرة. اوكي. هون بطل في جيش. صار الجيش بالسكنات ما انقسم الجيش كمان هيدي نقطة مهمة. جيش لبناني ما انقسم بال 75 لو الدولة قالت له انزل عمل شغلك. اللي صار انت ضابط انا رتيب قاعدين بالحي. في عليك هجوم مسلحين. قيادة الجيش ما عم تاخد أوامر من الحكومة لحتى تدافع عن المنطقة. تركت بدلة الجيش وقتلت مع الحزب الموجود تدافع عن المنطقة. هو رح اتوسع فيهم كمل لي بس بالكتاب نحن تنفس من الكتاب ترجع نبلش بالحرب حلو 73 لل 90 هو التوسع اوكي وتحديدا فتره 85 90 هي اللي كانت هي اللي ضربت المقاومه ولبنان والهويه اللبنانيه هي اللي كركبتها كلها سوا اوكي ونحن عم نشتغل على دوكيومنتري مرتب عن هيدي الحقبه لحتى نخبر الناس فعلا شو صار بعد التسعين بخف التوسع إذا بدك وبصير في شوي رأي شخصي بالموضوع كيف شفت أنا الحرب وكيف كبرت على أخبارها وكيف شاركت بالإشياء اللي شاركت فيها مظاهرات من بعد التسعين آه آه لأي مطر لا لل 2005 لا 2005 طيب تخلو بيخلص الكتاب بال 2005 2005 بحط الفينال يعني إذا بدك خاتمة الكتاب هي أنه نحن ما تعلمنا شيء بعد 2005 وبعدنا بنفس الموبايل ونحن عنا طرح صغير كشباب بسمع من اصحابي بسمع بالاكبر مني بسمع من الاصغر مني كيف شايفين لبنان الجديد اوكي يعني نحن بنقول انه نحن بلبنان ما عندك فيجن ان ميشن ما عندنا شيء اي بلبنان بيوصل السياسه همه اربع سنين نيابه او سنتين الوزاره بيقعدك وعود رائعه ما بيوفي لا رائعه شو ما بيوفي في عود يعني مش طبيعيه بتكون في أسوأ <applause> انه بيوعدك بيجي عم ببلش شيء بتخلص ولايته بيجي حدا غيره بكب كل شي وببلش شيء جديد يعني نكد سياسي أصف. نحن بنسمي هذا النكد السياسي للاسف ففعليا هي رح تكون تقل الكتاب بين 73 و 90 ورح يكون فيري اوبجيكتيف بمعنى كثير موضوعي يعني رح نحط شو رح يتوفر معنا من تصاريح اتفاقيات محاضر امانه سر اخبار جرايد من الطرفين <applause> تابك رح يكون بالصور وبالدوكيومنتس نعم يعني طب وسرد الاخبار كرونولوجي تسرد الاخبار ايه آه بالتواريخ طريقه مباشره تابك رح يكون وجهه نظر المقاومه اللبنانيه عن الحرب اوكي آه و... او بيقدر هالشخص المسلم اللي عنده وجهه نظر ثانيه يقري ويلاقي في شيء مشترك فيه كثير مهم نوضحه للناس اللي عم تحضرنا كمان اليوم انه بالمقاومه اللبنانيه اللي صارت بال75 كان في مسلمين معنا الشيخ بشير كان يقول اكيد قال نحن صح نحن, نحن في مسيحيين على... معهم يعني. اكيد اليسار يعني وكتار اليسار عطلة وجورج حاوي وجورج حبش بتعد لبكره الشيخ أه بشير كان يقول نحن حاربنا كمسيحيين بس دافعنا عن كل لبنان أه اللي تعلي... اللي يلي فهمناه بعد التسعين انه ما في حدا يحكم لوحده وبال90 وبعد التسعين 90 وبال2005 فهمنا انه قوه بشير كانت ب82 والعسكر والسياسه والدعم وما قصم البلد م. فكره التقسيم والكونفدراليه والفدراليه واللي بقول لك احزاب قوميه وبعثيه وعربيه واحاديه ما بتزبط بلبنان لبنان بلد شراكه مش شركه بلد شراكه بدهم يتفقوا اللبنانيين مع بعض وهون بدي اقول لك نقطه مهمه مسعود كان يضل يضل مسعود كان يضل يقول انه اللبنانيين ما تصارحوا مع بعضهم طي يتصالحوا صح نحن جينا قلنا شباب عفا الله عن ما مضى خلص يلا عدوا مع بعض ما حكينا ما قلنا شو صار ما عتبنا على بعض هذا هيدا الكتاب هو هيدا العتب مم. اوكي هو اكيد رح يكون بنظر كتير وجهه نظر المقاومه اللي صارت ميله الكتيب والاحرار والتنظيم والحراس وشبيبه بشمرون والشباب يلي كانوا مع ميشيل بيرتي وكتار غيرهم مم. بس هو رح يكون موضوعي بمعنى رح نحط الاخبار والبيانات والتصاريح مثل ما هي. كنت عم تقول انت رح تحط اخبار من جرائم؟ كل الجرايد. ما كمان كان في عندك النهار رح نحط والسفير رح العمل نحط. ومرابطون يعني رح نحطهم كلهم. مم. خلي القارئ هو يقرر. وجهه نظري شابيتر لوحده، فصل أوكي. لوحده من هالكتاب. اوكي مين ما كان في نقاش فيها هيدي وجهه نظري. اوكي بس الاحداث يعني ما في اثنين بيختلفوا. انه ب 73 الجيش اللبناني لو كمل شغله على الارض الحرب ما صارت او كان تغير شكلها يفوت يعني بالحرب بهذا هيدا اول شيء الكتاب صار في اله اسم او بعد بعدني نعم اي متى بدك تطبعه طيب هلا انا اذا بدك بصدد الريسيرش الاخير اوكي هو خلص جاهز نسبيا يعني محت... اذا بدك على مكتوب على مسودات الافكار أوكي. بدنا نشتغلهم تنحطهم ب... بي... بكرونولوجي بقلب الكتاب اوكي بس ناقصنا شويه مراجع حتى يكون مدعوم يعني إذا بدي أحط خبرية ما بدي إنه يكون فيها مصدر واحد اوكي أو رأي شخص واحد م. مثلا إذا عم نحكي عن 13 تشرين ما بدي أحط بس رأي يلي اليوم هن طيران وطن الحر يلي هو رأي جنرال ورأي الشباب يلي كانت وقتها رأي الجيش اللي كان بوقتها بدي أحط كمان آراء ثانية من غير مناطق وأخبار وجرايد بدي أجرب أوصل مثلا أكثر من السفارة الفرنسية نفهم هن كمان كيف كانوا الحالة السياسية بوقتها يعني بعد بده وقت خليني اقول لك بحدود السنه خاصة انه انت مش عايش هون كمان يعني عندك هيدا عندك مشكلة هيدا للاسف طيب على حال ان شاء الله جود لك ثانك يو لما ينزل السنة. لما ينزل اكيد رح نقريه ورح نرجع نعمل حلقه اكيد يكون في كثير نقاشات اكيد بس بس في كثير ت... وجهات نظر اكيد بتعرف لك نقطة هي. مهمة هيدا الكتاب هيدا رأيي الشخصي او جهدي الشخصي بس هيدا منفصل مم. عن عمل الذاكرة اللي عم نشتغله مع هالمقاومين اوكي ان كان كتب كتب او كصور او كأرشيف او كدوكيومنتريز اوريدي نحن بلشنا شيء بال2019 مم. تكريم وحدات دفاع بيروت عرضنا وثائق صغير بقلب بنشوف على الفيسبوك كمان بتحطوا كل مره بتاريخ الـ عملنا انترفيوهات مع الشباب وعملنا فيديو يعني لاقى نجاح كبير اشتغلته انا والوالد وكم حدا من الشباب الطيب اللي معنا آه وكان هيدي الخطوه الاولى لحتى نفرجي الكل انه نحن جادين بالعمل اللي عم نعمله اوكي وللاسف اجتنا بين مشاكل الثوره والبلد بعدين الكورونا سنتين وشوي أخرتنا يعني أكيد أكيد طيب بشير خلينا نحكي عن اللي كاتبه أنت بالكتاب من وجهة النظر اللي أنت شفتها وأنت حققت فيه فيها ودققت فيها كيف بلشت الحرب اللبنانية؟ أوكي هل بلش بال 75 مثل ما بيحكوا؟ هل هي ال 75 هي إذا بدك النقطة اللي نزلت من الكباية كان في تراكمات قبلها؟ خبرنا. اكيد كان في تراكمات كثيره بس ما ترجعني على الابجديه مش للفنقية. على الابجديه <applause> اكيد لا الحرب بلبنان قديم كثير والحرب كل عمرها عندها هدفين موقعنا الجغرافي الكيان اللبناني واقتصاد أوكي. حروب العالم كلها اقتصاد صحيح ونحن بنعرفها لليوم صراع بين امريكا وروسيا اقتصاد صح للاسف انه على طول الدول الاصغر هي اللي بتتحارب نحن مشكلنا الأساسي إذا بدي أحط إصبعي على الجرح بشكل مباشر عدم انتماء بعض اللبنانيين إلى الكيان والهوية اللبنانية بامتياز كان عندهم انتماءات وفكر بعده موروط من السلطنة العثمانية أن لبنان شقفة من المحيط العربي مش شقفة مستقلة وهون بشدد إذا نحن بدنا نحدد الهوية اللبنانية اه مش معناتها نحن بطلنا عرب أو صرنا فلقية أو نحن منا شقفة من العرب لا لا هاي ما صح انتمائك اللبناني هو للبنان كدولة كجيش كمؤسسات وانت هيدا الكيان هو شقفة من هالدول العربية وجمعة الدول العربية بيشتغلوا سوا بالامور الاقتصادية السياحية الامنية البدكية صح وهون نجح فؤاد شهاب فصل قال له وقتها لجمال عبد الناصر للرئيس المصري بالموضوع الاقليمي والدولي شو بتقرروا انا معكم بالشان الداخلي اللبناني اتركونا نحن ندير قضايانا لوحدنا الكسره بلشت لما قررنا نستقل عن فرنسا عن الانتداب اذا بدك نقول للانتداب بيطلعوا لبرا صرنا نسمع في ناس بدها الوحده مع سوريا في ناس بدها الوحده مع الدول العربيه في ناس بدها الهلال الخصيب في ناس بدها الانتداب في ناس لليوم بتقول لك يا ريت بعده الانتداب وهذا بفسر ليش ب 83 بلش يصير التقسيم الحقيقي للبنان كونتونات مسيحيه انزرقوا بزاويه الموحدين دروز نزركوا بزاوية السنة نزركوا بزاوية والشيعة نزركوا بزاوية أوكي. هيدا مورود من تقسيمات اللي كانت وقت السلطنه العثمانيه العثمانية بال2007 لما صارت نهر البارد جيش لبناني وقتها قالوا انه كان شو مخططات عند فتح الاسلام بتقول بدهم يقسموا من شكه لطرطوس رجع بالتاريخ هيدي ولايه طرابلس هي من السلطنه العثمانيه طبيعي بضل بكل بلدان بكل البلدان في عالم عندها توجه غير توجه البلد يعني بس خاصه لما اول ما يسقطوا الانظمه بالبلدان العربيه شوف كيف دغري بيرجعوا للعالم القديم ودغري بيعملوا دون شك وهيدا لعب امريكانيه لعب اعلاميه لعب يلي بحركوا الثوره صحيح بس انه في عندهم ماتيريال نحن بوقتها ما كان عندنا هالسوشيال ميديا والماتيريال نحن الشعب اللبناني كان في شقفه منه بمسيحيين ومسلمين ريدي بامنوا انه لبنان منه كيان مستقل م. هيدا اللي فارت البلد اوكي هون صار في ضغط من سنة السبعين لثلاثة وسبعين لفرطوا المكتب الثاني أوكي. ضعفوا الجيش اللبناني خلقوا انقصام بين الناس مين, مين اللي فرطوا المكتب لك ما بدي أحط الحق على شخص واحد لأنه أكيد ما في يعني بس كان في رأس حربة شخصية مثقفة وسياسية بامتياز وعندها وجهة نظر وعندها كل الكاليبر تبع انه واحد يكون رجل سياسي بامتياز ولكن اخطا بحساباته ورهاناته هو كمال جملاط. كمال جملات راهن مع الحركة الوطنية يلي نحن ما بنشكك بوطنية حدا لأنه كل واحد كان شايف لبنان من, من زاويته صحيح راهن على الضغط العربي مع منظمة التحرير مع ياسر عرفات ليعملوا اصلاحات بالدستور والقوانين ظهر الموضوع من ايده ودفع حياته ثمن هذا الشيء اوكي فهو كان اذا بدك راس الحربة كان راس الحربة بس ما كان لوحده يعني أكيد. مش هو لوحده بيحمل مسؤولية طبيعي. كل اللي كانوا معه بيحملوا مسؤولية لما بتنزل مظاهرة ضد الجيش اللبناني من قبل اللبنانيين لأنه عم يضرب منظمة التحرير الفلسطينية معناتها نحن عندنا مشكل داخلي أكبر بكثير من الحرب مم. يعني لو حررنا الأرض اليوم وبعد عندك ناس بتآمن بوحدتها مع سوريا ولا مع الدول العربية بشكل أنه لبنان ما عنده كيان مستقل عندنا نفس المشكل صحيح لهيك نحن بنرفض الكونفدرالية والفدرالية ناس سوا ما بين اسمونا إذا بدك الجو الجاي منه أنت والكاتب عنه كانوا مع الفيدرالية وشيخ بشير كان مع الفيدرالية كان آه كان إذا بدك يهدد بالفيدرالية بمعنى م. هي ورقة جوكر ورقة لعب إنه بدكم تقسموا لبنان نحن ردي بدكم نعمل وطن نحن ردي أكثر أوكي ولما وصل بشير على الرئاسة شو كان مشكلته مع مع إسرائيل؟ يعني هلا أنت عم تقول لي بشير شيخ بشير هلا ما يزعلوا منا الشباب آه هو بيرفض انه شيخ بشير فاذا بدهم يزعلوا يعني. ما بيعرفوا. <applause> هن ما بيعرفوا المشكلة لأنه هن بعضهم بيحكوا بيقولوا لك فيدرالية وما فيدرالية وهن كانوا أصلا مش خلقانين يمكن وقتها وقتها ما بعرف يعني خلق ابنه بشير مش, مش وقتها خلق بشير فأنت آه طيب عم تقول لي هلأ إنه الشيخ بشير ما كان مع الفدرالية بينما هلأ بنسمع حديث القوات اللي هي هلأ قوات سمير بس إنه دائما بيربطوا حالهم بقوات اللبنانية الأصلية إنه مع الفدرالية بنشوف حديث الشيخ سامي جميل اللي هو ابن خيو للشيخ بشير كمان بيحكي عن فدرالية بنظروا عليك بالفيدرالية وبتطلع انت خاين اذا بتقول انه لا ما بدنا الفيدرالية فانت عم تقول هلا انه الشيخ بشير كان يحكي بالفدرالية كتهديد بس ما كانت واقع بده يوصل له رح لك ليش اول شيء في توجه كتائب اليوم كبير بي يعني بيرفض فكره الفيدراليه والكونفدراليه اثنين سوا يعني لانه مثلا عندك الاحزاب اللي بتامن بال بضم لبنان لشقفة من محيط معين صحيح. وفي اللي بيقول لك لا هيك حتى نقسم لبنان بطريقه اخرى نحنا نحن توجهنا مع اللامركزية الإدارية يعني بتعطي صلاحيات للبلديات تشتغل اكثر وتنظم امور المحافظات هذا مطلب الكل اليوم اذا انت جيت قسمت لبنان وعملت يعني انت انتقصت من صلاحيه الدوله واعطيتها للمحافظات المقسمه قد فينا نضايق نحن بمناطقنا اقتصاديا مش كثير هن ليه بدهم يعملوا هيك خايفين حسب ما بقولوا انه من تمدد ايراني حزب الله او من تمدد داعشي المتطرف م. طيب اذا نحن اعطيناهم شقفه لوحدهم كل واحد بميله شو بيمنع انه هن يمدوا ويكفوا ويقول لك انا بميلتي لانه الشعوب تقرر مصيرها اوريدي كسرنا نحن فكره الكيان بدي انضم لسوريا كيف بمنعه؟ صح شو بقول لك بالقانون؟ اذا قدر امنعه بوقتها بالقانون يعني انا هلا قادر امنعه كمان بالقانون وبالحوار نحن مشكلتنا اليوم الكبيره ما عم ندعم الجيش كفية ولا عم ندعم مؤسسات الدوله كفية بالقليل. صوريا بس بندعم لحتى يقدر يعمل شغله الرئيس الشهيد بشير جميل استشهد اغتيل لانه ما بده يقسم لبنان شو كانت الحرب شو كان المخطط كيسنجر شو اجى عمل ب 73 انور السادات عمل ضرب ذكي ضرب قوي ضربت معلم يعني واخذ شقف كبير من الاراضي المحتله اللي كانوا سقطوا بحرب ال 67 ايام جمال عبد الناصر بأيدي الكيان الصهيوني حلو؟ صح 73 شو اللي ربحه لانور السادات؟ وقفت السعوديه حده م. لما نسكروا الغاء البترول على على دول اللي برا اجا كيسنجر قال لك لا يعني بما معناه الامريكان، لانه نحن بنعرف انه الحروب الكبيره اليوم تربح اذا عندك موارد طبيعيه. مم. عندك موارد طبيعيه، عندك اقتصاد قوي، عندك تسلح وجيش قوي. موارد طبيعيه ما بتاخذها من ارضك، بتاخذها من ارض الاضعف منك لتحافظ على اللي عندك. صحيح نحن عندنا موارد طبيعيه. مم. إجا كيسنجر عمل خطه. الحلقه الاضعف بهيدي الخطه كان لبنان. طبيعي. لانه الميزه تبع لبنان هو التعدديه ومقسومين وبنفس الوقت مصيبه لبنان هي التعدديه. وهي التعدديه نشات ايام السلطنه العثمانيه وايام فخر الدين، كثرت. لانه اللي كان يهرب من حكم السلطنه العثمانيه وقت يكون في لانه بتعرف في سنين قطعت كانت السلطنه تضرب شمال ويمين صحيح يجوا على لبنان. م. لانه في شقفه من لبنان اللي هي متصرفيه جبل لبنان، يعني اللي هي شرقيه ايام الحرب عندها استقلال ذاتي محميه من الدول اللي برا. هيك هيك خلقت الديمقراطيه والحريه والتعددية مم. موجودة بس هيك نميت اجا ب 73 قال لك شو الحل؟ قسم هالمنطقة العربية لحتى ما يكونوا ايد وحدة ويقووا علينا اوكي لأنه أنت عندك الأمريكان عملوا حلف الأطلسي، الاتحاد السوفيتي عمل اتفاقية ورسو وقتها وجمعوا حالهم دول، أوروبا كانت ما بين ما بين يعني ضعيفة كثير كان أيام جمال عبد الناصر عملوا شيء اسمه دول عدم الانحياز وما مشي الحال على اساس يعمل شيء يكبر جامع الدول العربيه ويعمل قوه وبجهد الوحده العربيه كمان كسب. كمان ما نجح لانه كان بده يشيل هويه البلدين ويدمجها تحت الوحده العربيه مم. صح هون ما, ما كان عم يعمل الوحده العربيه على سبيل اوروبا لا هلا باوروبا وانت مئة 100% كل بلد عنده كيانه وتاريخه صحيح. واخباره بس هن شقفه وحده صحيح حلو اجى قال لك هيك تنفرطها كيف تفرطها؟ انت بتبلش من الدول يلي عندها حريات وكانت تطلع منها الثورات بلبنان. اللي طلعت براسنا. للاسف الشديد طلعت براسنا بنرجع للنقطة انه لو كان في انتماء وطني عند الناس مم. ودعموا الجيش بوقتها، اليوم الجيش مدعوم أكثر بكثير. ب 73 ما كان هيك الدعم. صحيح. صحيح. قال لك جنوب لاسرائيل بدل ل... يعني شريط يعني الشريط الحدودي بعطيه لاسرائيل. وبعطي ثاني شقفة منه للفلسطينيين بدل أرض محتلة بفلسطين. بيعطي البقاع الغربي للسوريين وبيضمن راسه لأنه نحن كمان يعني بتقرا كتب وتاريخ بتشوف إنه وصول حافظ الأسد وثباته على الكرسي بسوريا ما كان بالغلط. وهذا بين لما طلع طيران جيش سوري وأصف أسر بعبدة. صحيح. كان هون في كان في غطا. كان في غطا كان في دليل إنه نحن بنفوت على العراق بنعطيك لبنان بهالبساطة نحن عم نبسطها اليوم. فالتواصل الامريكاني السوري منه وليده اللحظه يعني بوقتها أكيد. كان موجود كمان بطريقه مختلفه ومنعطي شقفه للبنانيين اللي هي القديم لبنان القديم متصرفيه جبل لبنان يلي بده يضل بضل يلي بده يفل بفل م. كان عندك كاليبر أبيتي شارب القسيس شارل مالك صحيح دكتور فؤاد شمالي شيخ بيير الرئيس كمان شمعون بتحكي باسماء حتى كان وقت الرئيس سليمان فرنجي بعده بالجبهه اللبنانيه وقالوا موجود فيديو على اليوتيوب اليوم قال للسفير الامريكي وقتها طالما اولادي اولاد الشيخ بيير اولاد كميل شامون عم بحاربوا نحن ما حنترك لبنان لانه انت كيف بتضرب لبنان مش اذا بتفضيه من الاسلام اذا بتفضيه من المسيحيه لانه بيصير كاين بيشبه كل الدول العربيه الباقيين ببطل عنده الميزه اللي هو فيه ليش دائما سوري بدي اقطش هون هيك استطراد بيقولوا ليش دائما بدنا نقول انه اذا تفضل لبنان المسيحيه ببطل لبنان طب اذا تفضين المسلم كمان ببطل لبنان ببطل لبنان عرفت بس النوت. اللي بصير مثله مثل البلدان الاجنبيه الاوروبيه لا وبعرف. تماما بصير لا دائما دائما من من نحكي عن قصه المسيحي انه لا المسيحي هو الاساس انا مش مش ضد انا اي 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 اي. مش ضد بس انه كمان انه كمان المسلم انه في بلاس بالبلد اعطيها المسلم اه البلد وميزه ميزه واساس وكل هول بس المسلم بخبرك طبعا انا ما عم بحكي عن المواطن لانه اذا بتجي للمواطنين ما بحياتنا كان عندنا مشكله ما هيك انه no. المسيحية في عندهم فساد والاسلام عندهم <applause> فساد المسيحيه عندهم اذكياء يعني لا في في شخصيات فظيعه من شغل لبنان يعني ما في شخصيات بنبلش من, من حسن كامل الصباح وجر طيب. من الرياض الصبح اي يمكن لانه من زمان اذا بدك كان كانوا الرهبنات وهيدا كانوا هن الارساليات كانوا هن الاساس بس اليوم عم يعني. نحكي بالسياسه بالموضوع السياسي لبنان بين 22 دوله عربيه الوحيده اللي عنده تمثيل مسيحي صحيح بالدوله اوكي اذا بنحكي على صعيد عربي نحكي الدول العربيه اكيد م. لانه نحن بمحيطنا العربي صح آه ولبنان عنده فعلا تعايش بين م. المسلم والمسيحي م. عكس الدول العربيه الدول العربيه في مناطق مناطق المسيحيين اقليات م. لبنان بلد الطوائف والمذاهب في قد بعضهم عندهم كلهم حقوق اللعبه الخارجيه السياسيه اللي نحن فتحين الباب لانه ما حدا في يفوت عليك اذا انت ما فتحت له باب عم بتخربط بين السياسيين بس العالم ولا فرق معه نحن بالاشرفيه يا شربيل كل الحرب كنا ناكل لحمه وناكل خبز من فرن وملحبه لاشخاص مسلمين مم. كل الحرب بالحي عنا اكيد اكيد يعني لهيك انا اذا بدك توصل لهون مشكله يعني لا لهيك عم اقول لك أن الحرب في ما كانت حرب اهليه مم. ولا كانت حرب بين المسيح والمسلم الحرب حرب كيان المجتمع خليني اقول لك الصهيوني مش اليهود لانه اليهود في اللي معه واللي ضد وفي الدين ومش الدين شو بناسبه اليوم؟ بناسبه مجتمعات حواليه احاديه يعني قسموا العراق خلقوا فتنه بين الشيعه والسنه وشو عملوا؟ فضوا المسيحيين من العراق لحتى يقدروا هول المكونات السياسيه مش الناس يخلقوا كونتونات لهم شي شيعة شي عاشي سنة لوحد اي اسمه فحتى يخبطون ببعض صح وبيطلع بالاخر مين عم يفجر شي واحد امريكاني عنده عيون زرق ولا بريطاني ولا روسي ولا افغاني ولا عميل عميل يعني, عميل. يعني عميل يعني عميلة إنه احنا ما عم نحكي اصلا جنسية بالمعنى ناس كلها منيحه وين ما م. كان عم نحكي نحنا سياسه بشدد عم نحكي حكومات صح الحكومات هي اللي قررت الدين براون اجى قال بال76 جبنا البواخر للمسيحيين يفلوا من لبنان رد علي سليمان فرنجي وهذا الشيء على اليوتيوب موجود عم يحكي سليمان فرنجي الله يرحمه قال له طالما ولادي ولادي الرئيس شمعون ولاد الشيخ بيير عم بحاربه ما رح نفل من لبنان شو بيكون في عالم عم بلوموه حاليا هلا ايه, ايه اكيد <applause> كنت خليتنا نروح يا زلمه شو كنا, كنا فينا. عايشين بكندا <applause> او بامريكا بس انا هون بجاوبك على السؤال ليه ما اجت بواخر تاخذوا المسلمين من لبنان؟ مع العلم المسلمين بلبنان ذاقوا الامرين من الحرب نحن بين تقريبا 76 77 لا 90 مناطقنا كانت فاضيه. لا فيها جيش سوري ولا فيها منظمه التحرير ولا فيها الافراطات اللي كانوا يجوا يحاربوا شيء توحيد شيء مدري مين. صح <applause> بس في هون وجهه نظر بتقول انه لانه كان في اذا بدك غطى امريكاني فرنساوي للمسيحيين اجوا يخدون بينما اذا بدك انه المسلمين مش ضروري يجي بعطوا بواخر ياخذون فيهم يروحوا بالسيارات ما كيف البلدان حدنا يعني, البلدان اللي حدنا انه او البلدان العربيه يعني بيقدروا يروحوا تما نفوت اسم بلد واحد 21 دوله عربيه ما غيره ثاني محتل <تصفيق> 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 مش انه كثير عم بتاع عم بتاع عم تحرقصهم يعني للشباب لا بس قصدي ال 21 دوله عربيه مش راضيين كانوا بكيان لبنان، نحن فرضنا كيان لبنان بالقوه مم. نحن بعد الحرب العالمية الأولى كانوا بدهم يضمونا لا أبديت لشكل السلطنة العثمانية شي مع الملك فيصل شي بعدين بالوحدة العربية شيء بع... ليش طلعت في أفكار الأوميين والبعثيين صح مسيحيين اللي طلعوا فيها مم. مش العفلة أو أنطونس عادي وغيره المعلم بطرس البستاني يعني ليش هالأشخاص كان عندهم أفكار أنه نحن كدولة عربية كوطن عربي بيجمعنا اللغة والتاريخ مش الدين لأنه كانوا عم بجربوا يدفشوا شبح الولاية الجديدة للمنطقة مم. لأنه السلطنة العثمانية ما رحمت حدا أكيد أكيد فيها فترات كانت منيحة وكان فيها ازدهار بس السلطنة العثمانية ما كانت تفرق مع مسيحة أو مسلم صحيح وأكبر برهان الشهداء وساعة الشهداء و... ما خلوا حدا ستة لما تكبر الامبراطوريه وبصير فيها ويلي هون وويلي هون بيصير يشتغل بلا ما يرجع للاداره الكبرى وبصير يخبس مثل ما بده وكل هالامور صح ال... من 43 او اذا بدك من 36 في شقفه من اللبنانيين بعضهم كانوا مش مقتنعين بالكيان الشارع المسيحي اخذ على عاتقه ما حلفاء كثير له ووطنيين كثير بتذكر المير مجيد ارسلان بتذكر الرئيس عادل عسيران بتذكر الرئيس رياض الصلح بتذكر حتى وصولا ايام سليم الحص وايام شفيق الوزين عم تحكي بشخصيات وطنيه بامتياز ما حدا في يغبر عليهم بس راس الحرب كان انه لا نحن الكيان بده يضل ونحن بدنا نكون موجودين كل الوقت كان بين قوسين المسيحيين مش يعني هن بحبوا لبنان اكثر من المسلمين او العكس لا ما في مسيحيين طلعوا خونه للبنان وللقضيه وبعونا ب اكيد حفنه من الدراهم مثل ما بيقولوا اكيد خليني ارجع شوي لاول حرب ااا آه، كلنا بنعرف انه اساس الحرب هي المشكل اللي صار اذا بدك بعين رمانه وقت اجوا على الكنيسه وكان شيخ بيير كان فلق قبل الوقت خبرنا الخبريه استاذ جورج اعرج يعني انه هو قاعد بالبنايه صحيح بالبنايه ذاتها آه، بس بدي ارجع شوي لكيف فاتوا الفلسطينيين على دنين. اوكي يعني نفس الطريقه يعني بس تنبسطها للعايشين هلا بهالجيل وما بيعرفوا كلنا في كثير ما بيعرفوا يعني بس انه فاتوا نفس الطريقة مثل ما فاتوا هلا السوريين على لبنان؟ يعني لا. كيف رح كيف صاروا كيف صارت تفوز لبنان؟ رح اقول كيف بس خليني اقول لك شغلة ب 30 ثانية لحتى بركي عزت انت لل كيسنجر لما عمل مخطط ليقسم لبنان وليقسم الوطن العربي تما يكون في قوة وحدة متماسكة آه ما كان بحساباته انه يكون في مقاومه بلبنان تحافظ على كيان لبنان. اوكي. حزب الكتيب كل عمره مثل حزب الاحرار مثل التنظيم مثل الحراس مثل كل الناس بيامنوا بالكيان والهويه اللبنانيه كامله مثل <متل> ما منصوص عليها بالدستور كامله رئيس الشهيد بشير جميل بوصوله على الرئاسه الدعم الامريكاني والدعم الاوروبي والدعم حتى الاسرائيلي ويعني اذا بدك كانوا شايفين انه هو رح يجي يخلصهم من المشكله اللي هو هن فيه تفاجئوا انه الزلمه حكي بال10452 كيلومتر مربع ما طلب شبر زيادة وما قبل يتنازل ولا على أي شبر لأنه كان بيعرف بفريق العمل اللي عنده الأكاديمي المعلم المثقف والمستشارين الدوليين اللي كان يقعد يحكي معهم أنه ما بيزبط لبنان يتقسم وهذا كان سبب من الأسباب يلي أدت لاغتياله أنا فوتنا بشغلة تانية بس اللي اغتاله للشيخ <applause> بشير جميل هو أو كل سوري هو اللي نفذ مش اللي يعني اللي كبس مش هو اللي اغتال ايه بس انت يعني اللي عن الاسرائيلي والامريكاني اوكي انه وقت تفكر او سوري دغري بروح تفكيرك اذا بدك ل... لسوريا اكثر ما بروح تفكيرك تقاطع ل... ل... لاسرائيل تضارب المصالح بين امريكا وروسيا بهديك الفتره قتلت بشير جميل وتلاقي المصالح بين روسيا وامريكا بال 2005 قتلت رفيق الحريري بس مثل ما جورج اعرج ما في شيء اغتيال كبير بصير بلبنان غير ما يكون في موافقه دولية مش دوليه انه اسرائيليه سوريه اقلها وللعلم ولل... ونحن بنرفض لانه لل... حتى ما نفهم غلط بالتشبيه انا ابدا ما بشبه الله يرحمه رفيق الحريري بالرئيس شهيد بشير جميل لا من قريب ولا من بعيد م. بالنسبه لإلي بشير هو كان الرمز الوطني أ... رئيس رفيق الحريري راح بتصفيات حسابات عم نشوفها اليوم نحن بالربيع العربي وبالتغيير الديموغرافي للمنطقه وب... يعني كليا غير الموضوع ولا يقارن وبنحترم اختيال اثنين لانه ممنوع الناس تموت تصفيه جسديه اكيد نحن بدنا الناس تتحاسب بالانتخابات على اللي عم تعمله اذا صح ولا لا اهلين نحن عم نجرب طيب بدي ارجع تبقى هيدا بس تطير طب... الفكره، كيف فاتوا فلسطينية على لبنان؟ طبعا احنا بنعرف انه وعد بالفور بال1917 وعد الصهاينه بوطن وكيان يهودي بالمنطقه ظهروا اول شقفه من الفلسطينيين ب48 وقت النكسه وللمفارقة وللمفارقه لازم العالم تعرف في معركه اسمها معركه الملكيه م. جيش اللبناني وقتها قطع الحدود وفات على المناطق المحتله بس ما لقى الدعم العربي اللازم تيكمل اوكي يلي كان على راس هيدي المجموعه بيو للعميد فيس كرم اوكي كان ضابط بالجيش اللبناني وفاتوا على ال وفاتوا بالمعركه طبعا من ضمن ضباط كثير وايدين كثير بس اكيد للمفارقه انه بيو كان بهيدي المعركه هون اجينا اول شقفه من الفلسطينيين وهون انت فتحت بابك كلبنان للاجئين بطبيعه الحال وهذا قانون دولي ونحن مشاركين بالقانون الدولي وماضيين عليه المعاهدات انه استقبال اللاجئين يلي على حدود بلدانك بحالات الحرب صح يلي فاتوا ب 48 ما عملوا لك مشاكل بلبنان كيف يعني نعرف عيشوا أوه، أوه، اشتغلوا اسسوا عيل ضلينا لحد ال 67 ما في اي مشكله مم. كانت هن فاتوا على لبنان فاتوا على سوريا وفاتوا على الاردن الاكثريه الاكثريه اليوم بالاردن صاروا اللي اللي بالاردن اخذوا جنسيات طبعا. او اخذوا شبه اقامه دائمه بيشتغلوا وعايشين في تين المجتمع صاروا اردنيه من اصل فلسطيني تماما 67 كان بلش يخلق اذا بدك بسموه يعني المقاومه المسلحه ضد الكيان الصهيوني اوكي صار شو شو الحدود الاقرب لانك تضرب تعمل عملياتك يا اردن يا لبنان يا سوريا بشكل عام كان لبنان والاردن لانه بسوريا كان كل فتره عندهم خضات امم لكن لك ما بقول تصبح على خير تصبح على انقلاب قد ما كان في خضات صح صارت العمليات المقاومه من لبنان ومن الاردن بشكل عام صارت 67 وهون بلش المشكل لما خسرنا نحن بحرب الست ايام ضفة الغربية وهضبة الجولان وسينا في كمية كبيرة من الفلسطينيين اجوا على لبنان لأنهم كانوا عم بحاربوا هناك في شقفة راحت على الأردن بسلحاتها وعتادة وع... سوري عتادة بسلحاتها وعتادة وشقفة راحت على لبنان هون بلش المشكل بال 67 تهمنا كدوله لبنانيه انه نحن ما اشتركنا بالحرب مثل ما ضد الكيان الصهيوني، مع العلم انه الدوله اللبنانيه وهيدي انا بعت له جده جوزيف الله يرحمه جده جوزيف ابو خليل خبرنا اياها بكذا لقاء نحن وحاطتها بكثير من الكتب. الدوله اللبنانيه وجيش اللبناني بلغوا وقتها الدول العربيه شو الليمت اللي بيقدروا يشاركوا فيه. صح. بهيدي الحرب. هون اجاك قسم كبير انت من الفلسطينيين بالقوه فاتوا عبر الحدود يمكن سوري يمكن ليمت ال... كان عندنا اياه اعلى بكثير من غير بالدين. طبعا بالرابور لعدد السكان ولمساحه الارض وللقدره وللمصاري ولكل شيء كل شي. كلها صاروا آه يفوتوا من من سوريا يهربوا بالجبال وبالوديان ويفوتوا م. الدوله كان عندها خيار من اثنين اما بتسكر الطريق عليهم وبصير مشاكل كبيره اما بتغض النظر وبتنظمهم بقلب المخيمات اوكي طيب أول ما بدي فوتهم 21 دولة عربية بيقوموا عليك انت عنصري انت ضد المقاومة ما انت ضد على. النضال هي نفس السيناريو اليوم يمكن اخف شوي او صار هيك اذا بدك حاطين له كوزماتيكس. صار انه الخطاب اهدى بوقتها كان في تخوين بوقتها كان يخون يقول لك الرئيس المسيحي هو ضد القضية السنية المسلمة يا اخي شو قص لك ما الضباط الجيش اللبناني يلي انقتلوا على يد منظمة التحرير في منهم مسلمين وضباط الجيش اللبناني اللي راحت تحرر وراحت تدافع هن في منهم مسلمين كيف عم بديروا الموضوع بهالطريقه رئيس الوزراء سني رئيس مجلس النواب شيعي كيف يكون تقولوا انه نحن المسيحيين ضد القضيه الفلسطينيه او ضد تحرير فلسطين اذا عم نضبط الوضع باراضينا 67 صار اول مشكل مع الجيش اللبناني توقف ياسر عرفات وهذا شيء موجود بكتاب اسمه المكتب الثاني حاكم في الظل بنصح كل حدا يقرا لانه كثير مهم هذا الكتاب في معلومات كثير حلوه توقف ياسر عرفات وقتها توقف بعدين جيش؟ من قبل الجيش؟ طبعا مخابرات الجيش اللبناني واذا ما خانتني الذاكره وقتها لعقيد جول بستاني مم. كان عم بحقق معه حسب ما مكتوب بالكتاب وقال له انا ياسر عرفات وصار ياسر عرفات كان مسؤول عن فرق اسمها العاصفه كان بعد ما في منظمه التحرير صار بدهم مثل كانه تانيبه او لجيل بستاني وحطوه ملحق بالسفاره فتره وبعدين غيروا له مركز خدمته آه. لانه كانوا فعالين على الارض عندهم السلاح وعم يتحركوا. مم. 69 كبر المشكل لانه زاد التسلح، زاد عدد العناصر يلي كانوا عم بفوتوا من الاردن ومن سوريا. اوكي. والعدد الاكبر كان يفوت من الحدود السوريه يهربوا ويفوتوا لانه بالاردن كانوا شو بيقولوا يعني مزبطين امورهم. وبرضه اصلا طلع ملك حسين و وصل لك هيدا هون اللي عمل ضرب ال 69 جيش اللبناني كان ربحان المعارك دخل الدول العربيه راحوا تيعملوا اتفاق القاهره نحن مع حتى لمصر اكيد نحن ابدا ما بنريد حدا يقول شيء غلط بس نحن بنسميها الاتفاقيه العاهره م. لانه هيدي الاتفاقيه هي يلي اذا بدك حطت اول رصاصه بجسم الكيان اللبناني م. سمحت لمنظمه التحرير الفلسطينيه أيوة تعمل عمليات عسكرية من حدود لبنان لتحرير فلسطين المحتلة على أساس بالتنسيق مع عائلة الجيش اللبناني سمحت لهم كمان يعملوها مع بن سوريا ومن لا. الأردن رئيس الجمهورية وقتها ما راح رئيس الوزراء الوزراء ما راح راح قائد الجيش مم. طبعا بكذبوا كثير اليوم بقول لك انه قائد الجيش كان عم مشيت لدقنه يعمل رئيس جمهوريه لهيك مضيها مين قائد الجيش كان؟ قائد الجيش كان وقتها أميل بستاني اوكي وهيدا الشيء مش صحيح ابدا كبوا المسؤوليه عليه واربعة ايام ناطر المفاوض حتى تفاوض مع ياسر عرفات اربعة ايام ياسر عرفات ما اجا امتين اجا بس اسقطوا هليكوبتر للجيش اللبناني حد المخيمات بس بعتقد بجنوب كانت هيدي الحادثه ساعتها صار عنده مثل ورقه يفوض انه نحن عم نقدر عم نحقق مكاسب النواب المسيحيين وقتها الكتيب والاحرار يلي كانوا بمجلس النواب مضوا الاتفاقيه ولما نسال الشيخ بيير ليش مضيت؟ شو في الاتفاقيه؟ قالوا أن الرئيس مضي نحن معه طبعا في ناس اليوم بتعتب ونحن كلنا انا شخصيا عم بحكي عن حالي بنظر بعد 50 60 سنه من هالامور صح بارك ما شايفينها و... بوقتها يمكن بركي ما طرحوا كنت ما عملت هيك مم. او عملت أسوأ ما بعرف بس كان الفكره عند الكتائب والاحرار انه بركة اذا مضينا وصار هدنه تتاجل الحرب. لأنو لانه شافوا بوقتها انه في مشكل عم بيصير، في ناس مسلحين. وهون ان شاء الله بتستقبل الشيخ عباد زوين بخبرك أكتر كيف نشات فكره التنظيم من هيدي الاحداث. امم ليقدروا يحضروا يكونوا سند للجيش اللبناني أو معه مش او عليه. اوكي. سبعين صارت مشاكل الاردن. ايلول الاسود. طلع الملك حسين بالدبابات ببيت يحافظ حافظ على بلده الزلمه بالدبابات ببيت طلعوا عليهم للمخيمات حدا دولة عربية استرجت تقول له لا نحن إذا العسكري كان يوقف فلسطيني على الحاجز هو, هو تخرب الدنيا يصير فيها يشوفوا اجتماع شو مجلس أمن شوفوا شو مذهبه لما انظهروا المسلحين من الأردن بالسبعين وين راحوا؟ على لبنان على لبنان سوريا ما استقبلتهم وضربتهم بقوة بالمخيمات حتى مخيمات سورية يعني محصورة ملقوطة لأقصى درجة اجوا على لبنان طب عندك فصيل مسلح بهالحجم بكامل عتاده سلاح الإشارة تواصل آليات آآ مدفعية آآ مخابراته ومخابراته كثير قوية واشتغلت على اغتيال قبل با... 17 اشتغلوا على اغتيال الرئيس بشير جميل سلاح الفردي تدريب عندهم تدريب مش طبيعي كان الجماعة ومقاتلين شرسين المقاتل الفلسطيني مقاتل شرس نحن عتبنا بعد كل هالوقت نقول لو حطيتوا هالطاقة والضغط والشراسة ضد إسرائيل كنا خلصنا بلشت تكبر المشاكل 73 وهون انتبه بدي لك نقطة كتير مهمة من 67 69 70 73 التدفق اللي كان عم بيصير على لبنان العرب كانوا غاضين نظرهم طبيعي كانوا عم بدافعونا حق عدم وقفتنا معهم بحرب 67 بالرغم من انه لبنان كان واضح بوقتها شو قدراته بالمشاركه بهالحرب بس نعفوت على لب الموضوع الجوهر ما حدا بده كان منظمه التحرير بلده خايف انه يقلبوا عليه او يعملوا له مشاكل كبوهم عنا عنا استفادوا منه على أساس يجربوا يعملوا إصلاحات دستورية قلبت الطاولة على الكل 73 نزلوا جيش بأيار حتى يضبطوا الوضع وقتها بالمدينة الرياضية والمخيمات ببيروت وطلع وقتها الطيران وصار قصة كبيرة دخلوا دول عربية وقفوا ومنعوا إنه جيش يكمل طريقه يقال إنه الرئيس فرنجي وقتها قال للشيخ بيير وللرئيس شمعون ما وقت تتكلوا على الجيش أنتوا لوحدكم هون بلش حقيقة التحضير والتدريب للحرب وشو كان برأيهم؟ كان برأيهم بناكل الكف الأول من رده بيرجع الجيش بينزل على الأرض ما حدا صدق أنه الحرب حتطول بوستة عين الرماني كانت تفتيلة كانت تفتيلة أكيد يعني لو ما صارت البوستة كانوا نطروا احتفال تاني وعملوا قصتين والبوستة كان فيها مسلحين والبوستة قبل قطعت فيت أو على العالم قتلتهم فكان في حالة الغليان بالشارع موجودين على الطريق. آه والبوستا يقال كمان لانه هيدي معلومه ما عم نقدر ناكدها من محل رسمي جدا. كانت رايحه من طريق وفي حدا بلباس درك. وجهها تروح بصوب هيدا الشارع يلي يعني ما فيك تفوت فيه بالغلط، م. يعني مش انت مغلط طريق فت بالشارع. بس السيد آه جورج عرج قال لي انه اللي كانوا بالفيات اللي في منهم ماتوا ومنهم لقطوهم وقتها طلعوا مخابرات اردنيه. ما هون بنحن نرجع, نرجع ما بعرف نرجع لنفس النقطة المخابرات العربية والضغط العربي كان انه يصير حرب بلبنان مثل ما كنا عم نحكي من شوي انه بيصير مشكل بالعراق تفجير بيتهموا بعضهم بكون في واحد اجنبي اجى حطهم مم. لعبة المخابرات اسوأ لعبة فيها تكون ده. لما ع... لما فرضت المكتب الثاني بطل عندك ناس تجيب لك المعلومات والاخبار وقت. وت... وترائب اليوم نحن شو مجنبنا المشاكل؟ صحيح. جيش لبناني مخابراته وفرع المعلومات معلومات. والشغل اللي عم يعمل الامن الداخلي والامن العام انه يلقطوا الشبكه قبل ما تعمل العمليه. صح. هيدي فقدناها ب 73 صارت الحرب وكان بال 75 انه جوله وبتوقف. مم. جوله مدّي جوله، جوله مدّي جوله. صار في دعم خارجي انه تضل الحرب بلبنان لما يروح الفلسطينيين لعند حدا. وهون في حادثه مهمه. بالجبهه اللبنانيه بيتصل الرئيس شمعون بي عبر الوسطاء مع السفير الامريكاني وبقول له السفير الامريكاني نحن منا بال 58 ما فينا نبعث لكم مارينز على لبنان حتى يساعدوكم الحل الاسهل والاقرب عليكم هو جيش السوري وجيش السوري فات تحت غطاء قوات الردع العربيه ظهرت قوات الردع ضل الجيش السوري علقنا معه م. لانه اجى يضرب منظمه التحرير الفلسطينيه يعني الجيش السوري اجى بطلب من رئيس ثانيه فرنجيه اكيد ما طلب من رئيس فرنجيه كيف ما طلب؟ طلبوا تدخل عربي واجت قوات الردع العربيه كان فيها من سودان سعوديه بس سوريا لا سوريا ضلت بلبنان وقت انسحبوا هدوليك هون صار الموضوع بالنسبه لنا احتلال صارت ال طيب بس الرئيس الفرنجية هو طلب هالشيء ونواب اذا بدك او الجبهة اللبنانية اللي. كمان هي كانت طالبة هالشيء شوف ما في طلب يعني انا بدي اوصل لك إيه انه اذا بدنا نرجع هيك شوي على السريع بنلاقي انه صار في تخبيص بهالفترة يعني من اتفاق القاهرة اللي قبلوا فيه يعني يعني مع احترامي لل... للكل الله يرحم عارف. الكل كانوا موجودين عارف. بس انه من اتفاق القاهرة لتدخل الطلب يتدخل جيش راديو عربي انه كان في اذا بدك رؤيه حلو. مش كثير مستقبليه، كان في رؤيه انيه نخلص من هالشغلة الب... وبدي اوضحها كثير منيح، لو ما مضينا اتفاق القاهره كانت الحرب حتصير بوقتها م. وبوقتها لا الجيش كان قادر يحارب ولا اي فصيل ثاني كان على الارض قادر يعمل حرب. لا في سلاح لا في تدريب ما في شيء. دفشوا تأجيل تأجيل الحرب كان بهدف انه برك يصير في مفاوضات اتفاقيات تجنب لبنان اتون النار يلي كان فايت فيه ما كان فيهم يعرقلوها ما كان فيهم يماطلوا فيها وقتها ما بيروح رئيس الجمهورية وما بيروح رئيس مجلس وزراء وقتها بيصير في ضغط عربي انه تنعمل اتفاقية القاهرة بقلب مصر الدولة العظمى والكبيرة بوقتها مع الرئيس جمال عبد الناصر يعني نحن بس نقول جمال عبد الناصر م. مش كلمة لا اكيد ومثل ما بقول جد جوزيف الله يرحمه انه جمال عبد الناصر لا يتكرر كزعيم ما عرف يستفاد من زعامته للدول العربيه غرق بزوري الصغيره وبالحروب الداخليه طب اليوم بهذا الحجم نحن بلبنان لا الدوله معك لا الرئاسه عم تعمل شغله مثل ما لازم لا الجيش قدر ينزل يطلع من طوع الحكومه او القرارات الحكوميه شو بنعمل كان عنده خيار واحد يفوتوا بالاتفاقيه مع الرئيس على اساس انه تنزرك يعني تنحصر مش تنزرك تنحصر القوى المسلحة بقلب المخيمات وما يعملوا عمل عسكري دون التنسيق مع الجيش اللبناني هيدا ما تطبق صار أكثر انا بي وعمي وكتار غيرهم وقفوا الفلسطينيين على على الكارانتينا يسألون عن التذكرة لا صحيح وكان حتى بدك وينة وبي التجاوزات اللي صارت أذية الفلسطينيين كمان انا في خبرك عن فلسطينيين انعدموا بالمخيمات انعدموا لانه رفضوا يوصوا على المناطق الثانيه يقولوا كيف ما نحن عايشين نحن وياهم اهل اعدمون تيكونوا عبره لغيرهم بقلب المخيمات كثير اول الحرب كانت متشابكه المناطق كثير فلسطينيين كانوا وصلوا اخبار انتبهوا الليله في هجوم على الحي انتبهوا الليله في هجوم على البنيه ما كنا عايشين سوا صحيح ما مش بنيته كان يفوت المواطن الفلسطيني بالحرب. السياسه فرضت حالها، منظمه التحرير فرضت حالها. لما وصلت لل 76 صار لك سنه وشوي انت بالحرب. صارت الضمور، وصار السبت الاسود، وصارت معارك الفنادق والاسواق، ما بقى عندك خرطوش، ما بقى الجيش موجود متماسك ولا باي مكان، المناطق عم تتصفى. طلبنا الدعم الخارجي، قال لك ما في عندكم الا سوريا. كان في خيار بتدقبي إسرائيل بال 76 او بتستنجد بجامعه الدول العربيه مش بدوله وبعثت لك قوات الرد العربيه ظهر قوات الرد العربيه ضد الجيش السوري لانه ب 78 لما صار اتفاقيه كام ديفيد انور السادات واسرائيل قال له لحافظ الاسد تعه وقال له ياسر عرفات خلونا نرد الاراضي ما قبل 67 نحن هون مش عم نقول معه حق او غلطان، نحن عم نوصف المشهد. ما راحوا. لما ما راحوا لما ما راحوا اختلفت سوريا ومصر تلاقت رجعة المصلحة الفلسطينية السورية. بس تلاقت رجعة المصلحة الفلسطينية عم نحكي منظمة التحرير والنظام السوري رجعنا نحن ندفع الثمن. رجعت التجاوزات على المنطقة. تجاوزات كبيرة يعني مين بت... مين ما تسأل من أهل الأشرفية والمناطق المجاورة بخبرك تجاوزات قوصوا على نايب ميشيل ساسين الله يرحمه مم. هو قطع بسيارته وقفوا الشيخ بشير على ساحة ساسين وقفوه قتلوه على مركز الجيش السوري تجاوزات خوات في شباب اختفت بال 78 ما حدا بيعرف وينها لليوم اكيد هيدا اللي رجع خلق خلاف مع السوري مم. اضطريت هون العربيه اي متى ظهرت من لبنان؟ 78 بعد ال 200 يوم بلشوا يطلعوا بالدور اوكي وانت العربيه شو كان فيها بلدان؟ كان فيها سودان، كان فيها مصر، كان فيها سعوديه، كان فيها سوريين، هلا ممكن يكون اجى من بعض البلدان الاخرى كمان شوية أوكي. كتائب او عسكر، بس هول كانوا مين اللي هن، وقتها صار انسحاب 78 ما يسمى بالشرقية، أوكي. كان الجيش السعودي عم يستبدل مع الجيش السوري المراكز وبعدين انسحب. اوكي. هون اسرائيل لقيت فرصة لإلها وقال الدكتور الي كرامي باحد الحلقات عن حرب لبنان انه تركتونا الدول العربيه تركت لبنان يغرق وال والاشقاء الله يرحمه الشهيد الي حبيقه قال لهم كمان بحلقه من عن الاحزاب نحن بنص البحر وفي خشبه وحده ليش تركتونا يعني وهذا كان يقول الشيخ بيير انه انا مستعد احط ايدي بايدي الشيطان لحتى اخلص لبنان صح ودفعنا غالي مم. مش بس نحن يعني شو كانت حجه السوريه ما يظهروا وقت ظهر قوات الرد العربيه؟ امن امن سوريا انه لانه في اسرائيليين بلبنان محتلين الجنوب وهذا ترجم اكثر باتفاقيه 17 ايار هنيك برز الخلاف حقيقي السوريين كانوا معتبرين انه نحن خلص فور جرانتد يعني بالنسبه لهم انه هذا موضوع غير قابل للنقاش المقاومة اللبنانية المسيحية القوتية الكتابية سمي بدك اياه كانوا على علاقة مع اسرائيل وهذا الشيء بهدد امنا لسوريا. مم. هذا السبب يلي خلاهم بالمنطقة. هذا السبب يلي عمل حرب زحلة وهذا السبب يلي فشل اتفاقية 17 ايار. عدا الاخطاء اللي نحن عنا انه لا بيطلع الاسرائيلي نحن بنطلع لا الاسرائيلي قال لك نحن بننسحب هن ما بينسحبوا الحرب المضبوطة بلبنان كلها حرب قصدي بس بالمعنى المقاومه الشريفه المضبوطه كانت اول سنتين ثلاثه المعارك القاسيه وكانت بين 75 و 85 لانه كانت العالم تروح تحارب بدون مقابل عم بتدافع عن قضيه وعن كيان طالت الحرب وصار كل واحد بعد غياب بشير بده يعمل بشير صح طالت الحرب فشلت مفاوضات اللي كانت عم تصير بلوزان فشلت اتفاقية 17 أيار 17 أيار شو تفاصيلها كانت؟ 17 أيار هو يعني مناحين بيجن أوكي طلب وقتها من بشير أنه يعمل بخطابه اعتراف باستقلال إسرائيل واليد الممدودة وأنه بدنا سلام معه قال له أنا كبشير جميل بعمل لك خطاب كرئيس جمهورية ما بقدر أنا في شريك رئيس مجلس وزراء ورئيس مجلس نواب وفي وطن لبناني كله أنا ما في يعني أعمل هذا الشيء لوحدي هيدا اللي كسر الخلاف اللي بيقول لك بعدين تصالحوا ما تصالحوا كله حكي ما بشير اختيل السبب الرئيسي لاغتياله كان هيدي هيدي المشكله كان 19 ايار 17 ايار ب 83 اللي كانوا عم بيجربوا يسوقلو ياها مرحيم بيغن اه كان لما اجى الرئيس يعني. امين جميل طلب يعني اجى الرئيس امين جميل جربوا يفوضوا الرئيس امين جميل على هالاتفاقيه وهيدي الاتفاقيه كانت عم تنعمل بشهر ايار مم. ولما انكسرت سموها اتفاقيه 17 ايار وقتها طبعا وقتها حركه امل وغيرها قصفوا المناطق الشرقيه مم. وبعدين صار في بس لحظه بس شوي سوريا شو هي الاتفاقيه يعني بس يعترف لبنان باسرائيل يعترف فيه في سلام بي بي على مراحل مثل ما عملت مصر, مصر و... مع و... الاردن بكم ديفيد مع الاسرائيليين اوكي على مراحل بينسحب جيش سوريا بضب سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني بيبسط سلطته على الأرض وببطل فيه عداء مم. نحن واضيين هدنه بسنه ال 49 بين الجيش اللبناني والدوله اللبنانيه والكيان الصهيوني. وهيدي الماده الاولى والثالثه فيها بقولوا الماده الاولى انه ما بيشكلوا خطر على بعضهم او ما بقوسوا على بعضهم بين الجيشين والشعبين. محترمه. وبدي وال... اقول لك شيء مهم الماده الثالثه بتقول انه شو ما بيصير بيتغير بهالاتفاقيه الا الاولى. اه. لهيك اذا بتنتبه انه نحن كل الحرب قليل ما كان الاشتباك المباشر بين الجيشين. م. استرها أصف اصفوا أصف سكانه الجيش بحرب تموز صح اصفوا بحط لك حجه انه قال كان في مقاومين حزب الله هونيك والجيش بيرد عليهم وما حدا بيقدر يشكك بنزاهه وطنية الجيش يعني ضد الكيان الصهيوني والجيش الاسرائيلي للآخر للاخر بعد بعدها ماشي الاتفاقيه؟ نعم حلو لانه الماده الاولى والثالثه واضحين فيها ولهيك بتسمع كثير من السياسيين بيحكوك عنها ولهيك اذا بتلاحظ من وقت ما طلع الجيش اللبناني على الحدود خفت التجاوزات بطل بالجو بطل بطل بالبار خفت لانه مش يعني هن منيح لا 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 ما حدا يفهمنا غلط ولا سمح الله يصير حرب نحن قبل حزب الله وقبل كل العالم ضده نحن اللي تلوعنا نحن يلي اكلنا الضرب من من مخططات الكيان الصهيوني والامريكاني لتوطين الفلسطينيين وابقاء اللاجئين وكل هالاخبار لما بتقاوم هذا المخطط بتكون عم بتقومهم مش العكس مش بس تقوس عليهم بت بتكون عم بتقومهم هيدي الاتفاقية موجودة سيرة المفعول لليوم من الـ 42 من الـ 49 49 17 أيار كان بده يكرس هيدي الاتفاقية أبي بقوانين ويبطل فيه حدود ومعارك وجيوش شو اسمه على الحدود وتفتح الطريق بتروح بتسافر بتروح بتجي ومعها بصير في السلام بعد السلام التطبيع م. يعني 17 ايار اتفاق سلام مع اسرائيل اتفاق سلام مع اسرائيل صار كل البلدان عاملينه ونحنا بعد ونحن وسوريا اذا 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 به نحن سوريا إذا... بعدين نحن اخر اذا بدنا نعملهم يعني نحن نحطم بعد سوريا يعني تعمل سوريا نرجع نحن تعمل سوريا وبتخلص فلسطين مشكلتها بعدين بيحكوا معنا كل البلدان عم بتطبع ونحنا اذا بنحكي خيفين اذا في ممثل اسرائيلي ما بيطلع على بصلاه السينما م. معمول صح وغلط معمول انه ما بصير تزايدوا على وطنيتنا و... و... وتنتقدونا وانتم شايفين شو تعمل؟ شا عم تعملوا وانتم شو عم تعملوا فهمت قصدي 17 ايار كسر نهائيا العلاقه بين الكتيب والاسرائيليين كسرها هون برزت مشكله كبيره لانه كيف كيف وصلت انت على 15 أدار على 12 اذار بال 85 في طرف بالقوات اللبنانيه وقتها ما كان راضي ما كان راضي عن الكسره اللي صارت ب 17 ايار اوكي اللي عنده هو مصالح شخصيه اللي هو رح اقول لك رح وصل لك عليها وحده وحده لا اصلا اوكي لا قال لك ليه لانه ليش ما كان راضي؟ ما كان راضي لانه كمان بالسياسه الكبيره ما كان في وضوح شو عم بيصير والمنطقه خربانه كلها سوا خلي 17 ايار سقط الجبل. م. بعد 17 ايار. سقط الجبل بغطاء اسرائيلي مش بقوة عسكر سقط بالغطاء الاسرائيلي والانسحاب الغريب اللي صار من الجبل صح 85 كان بلشت تصير في مفاوضات وكان وقت الرئيس جميل بلش لا عم يعرف يستوعب القوات ورفاق بشير ولا عم يعرف يفرض سلطه الكتايب ومات العمود الفقري تبع الموضوع الشيخ بيير موتة الشيخ بيير وهيدي كمان انقالت على تلفزيون يعني ما عم خبرك اسرار وصل على البيت عنده اجتماع ببيت المركزي فات ياخذ ناب وربنا اخذ امانته هذا الاجتماع كان بده يفصل قوتيين من القوات عفوا بده من الكتيب لانه كانوا بعدهم على علاقات مفتوحه بين اسرائيل وبين لبنان منهم منهم اللي حبايا او فادي فريم سمير جعجع أو توتو بريدي اوكي لانه الشبيب الثاني ما كانوا فايتين بهدي بيجي طبعا توتو بريدي شخصيه وطنيه ممتازه ومقاوم شريف جدا وكذلك الامر فادي فريم ما فينا نغبر عليهم وخيارهم ما كان الاسرائيلي بالمعنى انك تعمل سلام مع اسرائيل، خيارهم كان الخيار الامريكاني، م. الامريكاني كان حاطط الاسرائيلي بالنص. خيرهم كان خير الامريكاني باي ناحيه. من ناحيه انه دعم يلي كانوا بدنا دعم تنظيم ايه بدك دعم سلاح، بدك دعم اقتصادي، بدك الى ما هنالك. م. توفى الشيخ بير ما انفصلوا، كان قائد القوات اللبنانيه الدكتور فؤاد ابو نادر، هو في خبرك اكثر عن هذه المرحله وعن هذه التفاصيل ان حلقه معه اكيد. دكتور ابو نادر ب 12 اذار 85 رفض اي ضربه كف داخل الصف الواحد. وانا بقول لك وانا بجزم مثل لو كان دكتور ابو نادر بوقتها بده يمنع هيدي الانتفاضه تصير كان قدر. ودكتور ابو نادر رفض حتى يروح بالانتفاضه لانه كانوا قايلين له معنا. انه تعا نعملها كلنا سوا. رفض المشاكل وال... يعني هن بسموه انقلاب هيدي هي الانتفاضه الاولى يعني انقلاب يعني صحيح انقلاب داخلي انقلاب على مفهوم المقاومه ومفهوم السلطه. م. وصلت الهيئه المركزيه كان فيها اليح حبيقة وسمير جعجع هي الانتفاضه كانوا اليح حبيقة وسمير جعجع هاي الانتفاضه السلميه اللي يعني ما صار فيها ولا ضربه كف بين أه. بعضهم كمقاتلين وكشبيبه وكقوات اوكي كتار فلوا على البيت الشهيد ياسر زيك فل على البيت مسعود الله يرحمه جوزيف زيك خيو لياس زيك جو قدي الشباب الاحرار في كتير احرار خيي كانوا بالقوات صح نايب قائد القوات اللبنانيه مم. كان احرار يعني كانت الجبهه اللبنانيه رئيسة الرئيس شمعون يعني احرار ونيبا كان الشيخ بيير كتائب القوات العكس كانت العكس فلوا من 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 جسم القوات والتنظيم والحرارة بلشت تفل انه لا في شيء غلط عم بيصير تفل بمعنى رجعت على احزابها وقعدت بالبيت مش تفل انه تركت وقفت عمل حزب اذا بدك ايار بلش يصير مشاكل وانا بنصح كل انسان يقرا كتاب جورج اسيس يلي هو عيش هيدي المرحله كلها جورج اسيس كان يكتب مذكراته كل يوم بس يخلص نهاره يحط شو صار معه حطهم بكتاب اسيس مين كان جورج اسيس؟ جورج اسيس مفوت كتائبة بالمتن أوكي. وقريب كثير من من الرئيس امين جميل بهذيك الفتره اوكي ومقاوم شريف وشرس يعني من خاضوا معارك كبيره بالمتن مم. اسسوا اقسام كتيب، اسسوا سكنه رجدين، كان اسمها سكنه العنفوان اشتغلوا بالمتن اوكي بخبر كيف كان حاطط وكيف كانت عم بتصير الامور، هلا انا ما بدي اكون يعني اللي عم يحضر ينفهم انه انا عم اوس على شخص، لا عم نحكي كرونولوجي م. ايار بصير في مشاكل بين سمير جعجع والي حبيقه اوكي وبيعرف الي حبيقه بالموضوع الي حبيقه كان بلش يفهم انه الخط الامريكاني بده يعني ما بده يزعل السوري بين قوسين فقال لك انا ليش بدي اعمل هالبربه نقطع الطريق من رأس سوريا، وخلينا نعملها وفي قسم كلنا نعرف حتى الرئيس بشير جميل بنص مشاكله مع السوريين صحيح قال لك نحن ند للند نحن ما بدنا نخلقهم لا حتى كان في شو اسمه كان في تواصل موجود كان في تواصل خبرنا على اساس اسعد شفتر يعني تواصل عصوب حي الله حدا بكل بلد بكل حروب في تواصل مباشر وغير مباشر عبر مفادين مم. مفوضين يحكوا بال هذا امر طبيعي بس بشير لو بده يسكر الطريق على سوريا ويقول لك انا ما بدي كان عملها بس كان ايش على وين رايح اليح حبيقة بلش يشتغل على الاتفاق الثلاثي اللي هو كان مع وليد جملات نبيه بري صح وكان اتفاق احزاب مم. ما كان اتفاق الدوله يعني مش الدوله عم تمضي مم. مش مجلس النواب كانوا اقوى من الدوله لا القصد لا انه اقوى من الدوله كانوا لما ما بيكون مع الدولة بيقدر يجي مجلس نيابي جديد يقول لك ما بدي للاتفاق أيه. الطائف صوت عليه مجلس نيابي منحل صح وماشي منحل مش بس ماشي شوه مثل ما بقول الرئيس م. حسين الحسيني شوه طائف بعد 92 حسين حسيني حسيني. لو بيعطينا هالوراق نعرف شو هو اتفاق طائف بعتقد هو. عم يعمل كتاب هو إيه. عن هالموضوع م. يعني م. ان شاء الله بعد في <applause> ناس ب... 22 سنه ايه يعني في ناس بتفضل شو بيقولوا تخلي هاي المعلومات لوقت اطول ولكن من بعيد الطائف لم يطبق والاشياء المنيحه بالطائف مثل لا الإدارية لم تطبق م. الطائف شال الصلاحيات على اساس انه مجلس الوزراء يكون هو اللي يحكم جاء اجى رئيس مجلس وزراء جاب وزراء له فهو حكم م. وشوه بعد 92 باي معنى؟ صاروا يعدلوا قوانين ويغيروا مواد بناء مم. على الطائف وخربت الدنيا وما بقى حدا عارف شو الصح وشو الغلط طائف انعمل طيب ضل في عندك مرجعيه لا عندها عندها كيف كان بوجود الاحتلال السوري نحن ما كان عندك مشكله انه الطائف منيح ولا لا كان بجنن انه ماجد كان ماشي تماما بالعربي لانه بالعربي المشبرح كان, بالعرب كان ممشيون على على الخط الاتفاق الثلاثي هو نسخه عن الاتفاق اللي صار بال بال 76 م. في شيء اسمه الوثيقه الوطنيه وأتمضي مضي عليها الجبهه اللبنانيه وما مضي عليها الجبهه الوطنيه اوكي وجورج حاوي بيقول مره بالتلفزيون انه قال له لكمال جملاط قال له مضي بكره الكتائب والاحرار رح يرجعوا عنا رفض طالب ورقه اصلاحات مضيوها الرئيس فرنجيه ورئيس شمعون وشيخ بيير اوكي رفض ساعتها كمال جملاط وقال له انا بدي اكثر اوكي اتفاق الثلاثي بيقولوا لك هو علته انه كانوا السنه مش ممثلين فيه عيلته الوحيده اتفاق ثلاثي عيلته الوحيده هي الانا انه ليش الي حبيقه بده يمضي مش انا هيدي ها. مشكلة مشكلتي أنا, هي انا من, من طرف ثاني يعني الانا من من ميلتنا يعني كان سمير جعجع ولا كان رئيس جميل انه كيف الي حبيقه بده عم نحكي تاريخ نحن ليش هو بده يفاوض؟ مين الي حبيقه لا يفاوض؟ طلع قال لي اللي حبايا هل انا من وقتها موجوده طب شو اللي خربنا نحن غير انا كل حزب بيخرب بس تفوت انا كل بيت بيخرب بس تفوت انا قال لي اللي اذا نجحت كلنا نجحنا واذا فشلت انا بحمل مسؤوليه لوحدي مشهوره اجتمع معهم اجتمعوا بقيه المجلس الحربي وطبعا متر اسود مثلا في خبرك هالقصص وحتى شيف عباد زوين يعني في خبرك المجلس الحربي وقتها كان مؤلف من اثنين كتيب اثنين احرار اثنين تنظيم اثنين حراس حراس صحيح طبعا الى جانب بعدين كانوا يوسعوا شوي اجتمعوا التصويت كان مع الاتفاق الثلاثي بفرق صوت الاختلاف كان على ماده بقلب فقره من الاتفاق الثلاثي مش على الاتفاق الثلاثي يلي هي بتقول انه ولمره واحده فقط النص المسيحي بيكون متالته متالته بين يعني إذا عندك 50 نايب 50 نايب 50 نايب المسيحي بيتقسموا على الكاثوليك والارثوذكس والمو يعني بيكون 30. آه. اوكي. طبعا هيدي منا حجه انك بسط, تخرب بسط الروم هلا، بسط الروم، <applause> بسط الروم الكاثوليك. هيدي منها حجه كانت انك تعمل تلغي كدة طويل عريض صحيح. هي كانت ذريعه مثل بوسطة عين الرماني ليصير المشكل. واللي بيقول انه ما كان في تواصل مع ايادة سمير جعجع والسوريين ما بيعرف شيء بالتاريخ. مم. جيبوا جيبوا كتاب جورج اسيس اقروه لتعرفوا حقيقة شو صار شو صار انقلاب صار أسوأ من انقلاب انتفاضة على عدارة. صارت مشاكل بلشت هي ب 13 كانون هي ما بلشت ب 15 كانون بلشت وهي بلشت قبل حتى بآب 85 لما انسحبت القوات من شرق صيدا هون صار المشكل كمان طريقة غريبة أكيد مش طريقة غريبة طريقة مدروسة ومنظمة هاي الانسحابات ما بتصير هيك ما بتقدر يعني ما بتقدر تكون انت عم تحمي عالم فجأة تفل بلا ما تخبرهم صح. صح ما بتقدر شغلتك كمقاتل تدافع عنهم انت طالع عارف شو ناطرك هون صار في خلاف بين اللي حبيقة وسامير جعجع يعني كبر الاختلاف وصار اللي حبيقة بانتخابات هو يلي يعني بيحكي باسم القوات اوكي قبل كانوا هو و... وسمير وكريم بكردوني بوقتها طبعا نحن عم نفوت هلا مش بكل تفاصيل ممكن ناس أكيد أكيد. تفاصيل هون, أصلاً أصلاً هون بقى اكيد اكيد وقت نفوت بكل تفاصيل أكيد. فهون صارت المشكله كانون بلشت الاجتماعات عم بتصير استلقوا الموضوع وطبعا كان في تحضير وتنسيق كبير وكل العالم تعرف انه طلعوا قبل بليله اجتمعوا هذا المدبر الرسولي ببكركي وقالوا حلفوا على الانجيل نحن ما حنقوس على بعض صحيح ثاني يوم الصبح وعيوا هجمه لما نحكيوا الاشكال بالمجلس الحربي قالوا له في تحركات قال ممكن يكون اعاده تموضع نحن امبارح كنا وما في ما حيصير شيء لما صارت العركه رفض الي حبيقه انه المدفعيه القوات اللي كانت بالمراكز بعدها معه تضرب لانه هو شباب قوات مسيحيه ببعضهم هي دائما بتطلع براس بفكر وعنده رؤيه بركة. فيك تختلف معه على اتفاق الثلاثي ايه اكيد فيك آه، تختلف معه على كل تختلف معه آه، كل التجاوزات اللي صارت ببعض من شبابه او بعهده او بوقته يلي في اشياء هو مسؤول عنها في اشياء هو مش مسؤول عنها بس ما ما قبل كان رافض الاقتتال الداخلي اصلا بيقولوا قال له اياها بالمحكمه وقتها وقتها كان عم بحكموه لسمير جعجع قال له انت حلفت على الانجيل وما صدقت هلا بدي صدقك او شيء هيك يعني هيدا ادى لشرذمه كتير كبيره بالمنطقه، ادى لمشاكل وصلت ل اب يلي صار فيها شبه محاوله رد المنطقه من ايد قوات سمير مم. وطبعا هون بدي اشدد على نقطه القوات كقوات ما في مشكله معهم هن عناصر طيبين ووطنيين اكيد نحن المشكله مع القياده اكيد توجه القياده توجه كيف اخذت الامور المنحى تبعها عشر اب فشلنا فيها انا بقول فشلنا لانه قد ما بتقرا الكتب بتحس حالك انك تعيش ايه؟, ايه, قد ما تكون تعرفهم أه لاسباب كثيره دخل فيها رئيس جميل دخل فيها شخصيات من برا حلوا المشكله على اساس انه تنطفى الخبريه طبعا كل واحد بيصير خبر قصه مختلفه عن الثاني وروايه ولكن الحادثه انه عشر اب وصلوا الشباب لبعد ال بي سي بجوني وقفت المعركه هونيك اجا سمير جعجع. عم قديمه. نعم يلي يعني على طريق كانت مدرسه. أيه. اجتمعوا بالمركزي بليلتها تقوس على الدكتور ابو ناظر ضربين وحتى يقال انه جربوا يكفوا عليه بالمستشفى يعني وفشلت المحاوله. مم. وراها اجت 27 ايلول يلي هي جرب وقتها يلي حبي يرجع على المنطقه ويلي فشل 27 ايلول تدخل الجيش اللبناني. لانه اجتهم احداثيات للجيش اللبناني انه هذا الجيش السوري اللي فايت لانه الجيش اللبناني ما كان رح يتدخل بالجيش قتال الداخلي اه لهيك تدخل هون ساعتها ولا يرحمه اه ميشيل اه زوين كان على على الجيب عم بيقول له الحبيقه ما بتقوصوا على الجيش كان بيقدر يرمي م. قال له ما بتقوصوا على الجيش وفعلا اكلوا ازيفه واستشهدوا وقتها بقلب الجيب أه وبعتقد انه اقل من مين؟ من الجيش بس الجيش مش عارف هو مين مش عارف مين ايه الجيش وقتها في ضابط بالمظليه هو اللي كان مستلم هو اللي كان بالعمل لانه قالوا له انه انه هول السوريين اللي يعني فاتوا خلص 27 ايلول احكمنا الطوق على المنطقه قلنا يمكن في صفحه جديده مع نهج جديد مع المؤسسة رفضنا الاتفاقية اللي عملوها بال 76 يعني كلبنانيين عم نحكي رفضنا الاتفاق الثلاثي قمنا مشينا بالطائف يلي هو النسخة الأسوأ صحيح عن الاثنين يلي قبل صحيح وما حدا يخبرنا انه نحن اضطرينا نفوت بالطائف لا نحن فتنا بكل ارادتنا على الطائف هلا اخطا الجنرال بوقتها بتقديراته بط... ب... او بقراراته او ما اخطا هذا غير نقاش مم. الطائف ما ضر المسيحيين الطائف ضر اللبنانيين مثل ما هن لانه الطائف حط لك مواد دستوريه فيك انت تفسرها بطريقه وانا بطريقه وجورج بطريقه صحيح كان بعهد او بالوصاية السوريه وقت الاحتلال السوري بالمناطق ما كان حدا منتبه له كان في من يحلها عملوا هيك ضبطوا هيك شيلوا هيك عملوا هيك لما طلعوا بال 2005 بلشنا نشوف الشوائب اذا بدك تلخصها كلها الحرب منا اهليه خلصت اهليه الحرب كانت للحفاظ على, على الكيان اللبناني وبس تقول الكيان والهويه اللبنانيه عم تحكي عن المسيحي والمسلم والموحدين الدروز واللي ما بيامنوا والاقليات واللي بدك اياه مجموع هن كلهم سوى لبنانيين مش مزبوط انه اذا قلنا نحن في مسيحيه واسلام بلبنان نحن طائفيين لا هيدا تنوع وغنى انا بنبسط انه انا ببلدي فيها التنوع في ناس اليوم صارت بتخاف لا لا شو عم تحكي نحن كنا لبنانيه ما تحكي اسم اسم اي نوع. في يا خيي زلمه اسمه علي وزلمه اسمه عمر وزلمه اسمه متري وزلمه اسمه طوني شو بعمل يعني بسميهم كلهم عماد وبخلص نحن ميزة نور, نور. سميهم نور, نور. <applause> نحن ميزته لبنان انه عم نقدر نحكي مع بعضنا بعد الحرب وبعد كل اللي صار وننتقل و... هذيك المرحلة ونحللها ونشوف شو أخطاء لنجد نتعلم لكن م. للأسف الشديد بعتقد في قسم كبير من اللبنانيين ما تعلم من هالحرب لسبب واحد فقط لأنه ما مثل ما قلت مثل ما كنت أقول لك مسعود كان يقول نحن ما صرحنا بعضنا كلبنانيين نحن قلنا أوكي خلصت الحرب شباب يلا سلموا سلاح بيع سلاح شيل هول خبي هول عمول هيك بتعرف شو المشكلة كمان؟ يعني بكره الله يساعدك انت بقى. انت تنعرض الحلقه إيه. شو رح تاكل مسبات ومين هو بشير ومين وشو عم بينظر علينا وشو لانه في جماعه مش مستعدين يتقبلوا انه صار في اخطاء من قياداتهم السياسيه بهذيك المرحله معتبرين انه قياداتهم السياسيه هي ما بتغلط ما بتغلط ومقدسه و حزيد بحلط. عليك مش بس ما بتغلط بوقتها بعدهم مقتنعين انه اليوم ما عم يغلطوا ايه 100% وانا بتمنى يا خيي اللي بيعلق على فيديوهاتك واللي بيعلق على فيديوهات الشباب اللي بتطلع يعلقوا للنقاش بقوا هنا ما <applause> بدي احكيها يعني بس انه مش لانه بتفوت بتلاقي مسبه هذا اللي بيعرف يعلقوه يعني قليل تيجيك شي واحد يكون عم بيقول لك لا يا خيي هيدي ما كانت هيك انا كنت انه بيحكيك صحيح بنقاش صحيح. كله بفوت امك بيك اختك انا النقاش بفيدك تاج راسك شو اسمه نحن اذا في نقاش بضولنا عن نقاط نحسن صحيح نحن عم نقرخ هيدي المرحله مش حتى ننبش القبور يعني ب... اي شيء بنحطه 100% هذا هيدا ب... بقوله دائما انه بقلخ... مش الهدف اه... الهدف نوعي الشباب هلا بقول لك شو عم تنبش عم تنبش القبور يا خي اذا <applause> تاريخك انت مش بدي أشخصني <applause> لا ما بقول لك شو بصير بحط هو شيء طب يا اخي ما انت عم تنبش قبور انا على القليله عم جرب عم جرب عم جرب احكيها بشكل موضوع اكاديمي انت عم تحكيها لحتى تسب الاخر مم. طيب اخر سؤال مش سؤال هو اذا بدك اكثر من استفسار عم نشوف كل هالصحوة عم بتكون بالاطراف المسيحية يعني عند الجبهة اللبنانية والشباب القوات والاحرار وهيك كلهم بيقولوا لك ندمنا هيك هل يا ترى الطرف الثاني كمان عايشين هالمرحلة اكيد اكيد وانا بقول لك ليش اول شيء بتشوف لقاءات اللي كانت تصير مثلا محاضرات بجامعات يجيبوا اشخاص كانت بالحرب على برامج تلفزيونيه بتسمع م. بتسمع انا كان عندي حظ حلو اكون مع مسعود بكثير من المطارح وقت يكون في هيك لقاءات او مع شباب الاتحاد من اجل اللي هن ممثلين من هالمكونات هال وشوف الطرف الاخر اللي كان عم بحاولهم او يسالهم برات الهواء كمان كيف عم يحكي وشو عم بقول هن كمان عندهم وعندهم كتب يمكن مناطقنا ما في منها كثير او يمكن ما في عليها تضوي كثير يمكن نحن جمعتنا لانه بركة احزابنا كانت شوي اكثر كمقاومين كل واحد عمل كتاب كان عندهم الجراه اكثر بركة لانه نحن كمان ما تنسى انه من 90 ل 2005 الى حد ما حسينا حالنا خسرانين صرنا عم نحكي اكثر هن لانه احزابهم ماشي حالها وبعدهم عم بيزبطوا امورهم او عم بيزبطوا امور جماعتهم ما يعني احزابهم في ما فرفطوا كثير في منه فرفطوا بس مش أه ما فرفطوا مش قد مثلا الكتائب مش قد القوات ما يعني فرفطوا كتائب صار ثلاثة أربعة القوات صاروا أربعة خمسة عرفت إنه الشباب يعني بتصير تشوف جروب قدام الكتائب قدام القوات أه الاتحاد اتحاد لبنان يعني بتصير تشوف جروب بقيت. هلا الاتحاد كان همه يجمع هالمقاومين الأدم لحتى نحافظ على التاريخ ونحافظ على وجودنا مم. ما كان الهدف إنه نعمل شيء نجمع ناس ونحشود وننزل سياسي مم. هلا الظروف عم بتعاكسنا وعم نشوف انه احزابنا ما عم تعمل يلي نحن لازم يلي نحن بدنا اياه او يلي هن لازم يعملوه شو عم تتدخلوا بتضطر بمطارح كثيره تحط مم. اصبعك اوكي ويمكن تضطر تحط ايدك بكره وتحط حالك كلك لانه البلد اليوم مش على شفير الهوية ومش بالمهوار قطعهم نحن قطعنا شفير الهاويه وقطعنا المهوار نحن بمحل بعد ما له تسميه واذا ما لحقنا حالنا لبنان دائما بلعب. ولكن هيدا اسوء لا لا انه كان في كتائب قديم اسمه ابو جورج عم طامس نوار الله يرحمه توفى كان حد بيت كتائب الاشرفيه وانا كنت بين 99 و 2003 بالكتيب. كان يضل يقول لي لبنان مثل السنديانه بتكبر تكبر بعدين بيبسوا وراء شوي بتهر بترجع بتفرخ انا اللي خايف منه اليوم انه ما تفرخ يحرقوها؟ لا انه السوس ما ضرب بالسنديانه من فوق عم يضرب بالشلوشه من تحت مم. بطل عم يضرب بوراق السنديانه من فوق. ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله لا. يكون بالوراق. الحل بناء المواطن بيبني الوطن. تحديد الهويه بحدد الانتماء. مشاركتك بالانتخابات بتجيب لك ناس جديده على اساسها بتبلش تحط الفيجن الميشن تبعك وتشتغل. مم. غير هيك عم نضحك على حالنا. يعني بنرجع مثل ما بقول لك الانتخابات 128 نايب، في 100 نايب بتعرفهم بالاسم مين راجع؟ في عندك 28 صح. بتعرف مين هني بس انه معقول هيدا يا هيدا يعني مش اكثر من هيك، على كل حال بشير ثانك يو ثانك يو لك شربي معلوماتك قيمة جدا ثانك يو ان شاء الله اللي عم بيسمعها يتعظ من يتعظ منها هيك بقولوا شو اسمه هيدي و... <applause> الكلمة <آآ تصفيق> ايه نطعيس تما نعيد الغلطة 100% وان شاء الله وقت ينزل الكتاب نعمل لقاء ثاني وراح يكون أكيد. عندي كذا ان شاء الله كذا حلقة بخصوص هالحرب اللبنانية يعني <applause> مثل ما قلت انت مش تفتح الجراح مش تا شو 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 هي الكلمه؟ <تصفيق> مش <تصفيق> تنبش مش القبور مش القبور ايه بالعكس هو لحتى نقول للناس العالم عنا عمود فكري خسرناه بال 75 هو صحيح. الجيش طبعا كره. ما نخسره هلا طبعا نوقف حده ما بنقوس عليه وبنمشي سوا نحن وياه نحن ما خايفين من الحرب نحن ما بدنا نموت لاجل لبنان بدنا نعيش لاجل لبنان صحيح مش خايفين نموت بس نحن بدنا نعيش للبنان صحيح ميرسي بشير ميرسي لك شغله باي بشوفكن بحلقة جديدة يلا باي